وسط أزمة مالية واقتصادية يسعى العالم إلى التخلص منها تدريجيا، تسعى تونس ما بعد الثورة إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. الطاقة البشرية هي الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها تونس. غير أن تونس ما بعد الثورة تواجه تحديات ورهانات كثيرة، فهذا البلد الذي كان سباقا في الإطاحة بالديكتاتورية في إطار ما بات يعرف بالربيع العربي يمر اليوم بمرحلة انتقالية صعبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث عاشت تونس طيلة عام كامل تحت وقع الاحتجاجات العمالية والاضطرابات الاجتماعية. جذب استثمارات خارجية جديدة يصبح بالتالي رهانا في غاية الصعوبة. وفي إطار التعريف بمختلف التطورات التي تعيشها البلاد على الصعيد الاقتصادي، تنظم تونس سنويا منتدا دوليا حول الاستثمار. المنتدى أقيم منتصف شهر حزيران يونيو بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة. تونس دولة تتقدم بثبات. قمنا بوضع هياكل جديدة وضوابط جديدة فيما يتعلق بالشفافية وبالحوكمة. هناك أفق جديد بدأ يتضح في تونس. لدينا اليوم أجندة سياسية واضحة، وهناك قطاعات اقتصادية قوية، كما توجد في تونس العديد من الفرص الاستثمارية ومن المزايا كذلك. حوالي 1450 مستثمرا شاركوا في هذا المنتدى، من بينهم أكثر من 500 مستثمر أجنبي. هذا الموعد الاقتصادي مثل مناسبة لبعض الفاعلين في المجال الاقتصادي للتعريف بسوق الاستثمار التونسية في الولايات المتحدة الأمريكية. توجد العديد من العوامل الإيجابية في تونس، فالمستثمرون الأمريكيون عندما يفكرون في تونس فهم يفكرون في مركز انطلاق نحو الأسواق الأخرى، فالسوق التونسية صغيرة جدا، ولكن عندما تضعها في إطارها العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن المستثمرين الأمريكيين يبدأون بالتالي في الاهتمام أكثر بهذا البلد. الثورة التونسية لم تؤثر كثيرا على عمل الشركات الأجنبية في البلاد، هذا ما يؤكده على الأقل المدير العام لفرع شركة إيروليا الفرنسية في تونس. الفرع التونسي لهذه الشركة المتخصصة في صناعة الطيران فاز بالجائزة الكبرى للمنتدى، والتي تسند للشركات التي نجحت في توسيع مجال أنشطتها في تونس. حضوري هنا اليوم تأكيد للثقة التي وضعتها شركتنا في تونس. تونس تحتوي على الكثير من الإمكانيات التي يمكننا استغلالها، ويجب أن نثق كذلك في قدرة الشعب التونسي على مواجهة الوضع السياسي الجديد في البلاد. لنتجه إلى سوسة، هذه المدينة السياحية الواقعة على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب العاصمة تونس، تضم إحدى أهم المناطق الصناعية في البلاد. العشرات من الشركات الأجنبية تعمل هنا منذ عقود على غرار شركة تي بي اس. الشركة هي فرع لشركة بلاستيفوار الفرنسية المتخصصة في الصناعات البلاستيكية. انطلق العمل في هذه الشركة عام 2004، حيث كانت الانطلاقة بمصنع على مساحة 3000 متر مربع. هذه المساحة تضاعفت بعد ذلك بثلاث مرات، وقمنا ببناء مصنع جديد انطلق في العمل بعد الثورة. عملنا تواصل بشكل طبيعي، ولم نشعر صراحة بأي تأثير سلبي للثورة في نسق إنتاجنا، إذ ارتفعت مبيعاتنا كما رفعنا في حجم الانتدابات، ونشغل اليوم حوالي 600 عامل في كلا المصنعين. 600 personnes sur les deux sites. هوتشنسون ووردوايد شريك تقليدي لصناعة الطيران هو مثال آخر للشركات التي قررت فتح فرع لها في مدينة سوسة. المهندسون التونسيون العاملون في قسم التطوير والبحوث بفرع الشركة يساهمون بشكل فعال بحسب مسؤول القسم في مجال البحوث داخل هوتشنسون. بدأنا في هذا القسم بمهندسين اثنين فقط، اليوم نحن 8 أو 9 مهندسين يعملون في كافة الاختصاصات، حيث نشرف حاليا على العديد من البحوث المتعلقة بالقطاعات الميكانيكية والإلكترونية وكذلك المعلومات.
معلوماتية. الفرصة باتت اليوم متاحة للاستثمار في تونس، هي الرسالة التي يوجهها مدير شركة أوروكاست إلى المستثمرين الأجانب. الهدف برأيه هو استغلال الموقع الاستراتيجي لتونس من أجل إقامة مشاريع استثمارية ناجحة. أعتقد أن الوقت مناسب اليوم لتحقيق مشاريع استثمارية ناجحة في تونس. هناك الكثير من الامتيازات وطاقات بشرية هامة قادرة على إنجاح أي مشروع استثماري كما هو الحال بالنسبة لأوروكاست. جذب مزيد من الاستثمارات يظل رغم كل هذا رهين الوضع السياسي في البلاد الذي لا يزال حتى الآن بحاجة إلى مزيد من الاستقرار.